قبل ما نبدأ أخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهاردة، خلونا نروح لدينا ونتعرف منها على آخر أخبار الطقس والمرور في القاهرة والمحافظات. صباح الخير عليك. صباح الخير يا دينا. صباح الخير يا شادي. صباح الخير يا بسان. صباح الخير والسعادة على كل المصريين في كل مكان. طمنينا يا دينا، الجو هيبقى عامل ازاي؟ لا أعتقد إن درجات الحرارة معتدلة اليومين دول، حتى الأجواء يعني يمكن يعني الجو فيه نسمة السقعة لسه مستمرة معانا، فاحنا مش حاسين بحر الجو الحمد لله عشان احنا صايمين في رمضان طبعا. لكن كان في هواء دلوقتي واحنا جايين. كان في برد جامد قوي بالليل، بس يعني درجة الحرارة النهارده يمكن 24، فمش هتكون برد قوي. معقوله. بنصبح على حضراتكم مره تانية، وخلونا دلوقتي نعرض معاكم احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. هنبدا معاكم جولتنا من القاهره وتحديدا من الكورنيش اللي بيشهد كثافات متحركه بدايه من المظلات وحتى منطقه وسط البلد. بتستمر الكثافات المتقطعه لو مشينا على طريق السطحي في شارع رمسيس وامتداده. ظهرت كمان سيوله مريه بطريق صلاح سالم وطريق الفسطاط وصولا الى القلعه. عند نفق الملك الصالح وتقاطعه مع طريق الكورنيش في انتظمت عليه حركه المركبات وصولا الى المعادي وحلوان. الكورنيش من المظلات الى منطقه وسط البلد شهد كثافات مروريه متحركه، ونفس الامر في الاتجاه المعاكس. نروح معاكم للجيزه، وفي سيوله مريه في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعه الدول العربيه وشارع السودان وعلى كوبري 15 مايو المتجه الى ميدان لبنان. عن شارع السودان امام محطه مترو الجامعه ظهرت كثافات مرتفعه القادم من كوبري فيصل الى مناطق الدقي. ونروح معاكم محافظة الإسماعيلية، وهنجد أنه هناك في طريق عثمان أحمد عثمان الرابط ما بين الجامعة والإستاد ومجمع المحاكم في سيولة مرية، ما عدا بعض الكثافات المتحركة واللي ما بتأثرش على حركة سير السيارات. الطريق على الكورنيش بيشهد سيولة مرية حتى مبنى المحافظة والجامعة، لكن الطريق المتجه إلى الإسماعيلية في سيولة مرية وخاصة الطريق الصحراوي من القاهرة، لكن طريق الإسماعيلية الزراعي القادم من الزقازيق في بعض الكثافات المرية لكنها متحركة. ونروح معاكم لمحافظة أسوان سوهاج عفوا، وهنبدأ فيها من محطة قطار سوهاج واللي الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية. لو رحنا لطريق عبد المنعم رياض هنلاقي فيه سيولة مرورية. كمان في كثافات عند طريق مستشفى جامعة سوهاج، في كمان كثافات مرورية غير مؤثرة وبتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. ومن جولتنا في شوارع مصر المختلفة خلونا نستعرض معاكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون مائل دفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. في أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية، بتكون رعدية أحيانا على مناطق من شمال ووسط الصعيد وجنوب سيناء ومناطق من محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة. في كمان رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد والصحراء الغربية على فترات متقطعة. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 24، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 38، وأقل درجة حرارة في مطروح 18 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس في التفصيل لكن بعد شوية.